لأي فئة انتمينه، لأي حزب انتميني له، لأي منطقة انتميني له، لأي طائفة انتميني. كل هيدا تنوي بالنسبة لإلي قدام كرامة الإنسان، قدام احترام الإنسان الشخص والفرد، قدام إنه الإنسان اللبناني أمنه وحريته والمساواة تكون وصلت له كاملة بدون أي تفرقة بين أي اعتبار واعتبار. هيدا أنا يلي بهمني. كل هالجماعات إجوا وصار فينا يلي صار لأنه ما عرفنا نحافظ على الحقيقة، ولأنه الحقيقة بأحيان كتيرة كانت تخوفنا. قول الحقيقة بلبنان هيدا شيء ما تعودنا عليه. الحقيقة أحيانا كتيرة كانت تخوف لأنه كانت بتخوف. جاي أطلب منكم تقولوا الحقيقة قد ما كانت صعبة الحقيقة. نحن مع العشر تلاف 452 كيلومتر مربع، وما رح نقبل بأي شبر أقل من العشر تلاف 452 كيلومتر مربع. لبنان يكون عم بيفتح تكافؤ بالفرص لكل أبنائه، مهما كانت طوايفه، مهما كانت أوضاعه، مهما كانت انتمائه. لأنه بعد يلي صار بعتقد إذا ما تعلمنا من يلي صار معناتها قصتنا كتير صعبة، وقصتنا عاجلا أو آجلا رح تنعكس علينا، ومعناتها نحن شعب منه جدير إنه يعيش. حين الوقت ليطلع وطن بكل معنى الكلمة، وطن حريات، وطن أبنائهم مسؤولين عنه، وولائهم بيكون لها وطن دون سوى، وولائهم بيكون مطلق وغير مشروط بأي انتماء ديني أو بأي انتماء طائفي أو بأي انتماء آخر مهما تنوع هذا الانتماء. هيدا لبنان يلي بدنا إياه. وما تغير شي. هيدا لبنان يلي بدنا اياه. من باب الملعب بنسينا كلام الرمح المسحوق، مع دعساتك نحن مشينا، دعساتك مرسومة دروب. 20 سنة وما تغير شي.